بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومحبي ومتابعي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم من صالة الأمير عبدالله الفيصل بالنادي الأهلي وأولى مباريات الدوري بين فريقي النادي الأهلي ونادي سبورتين. هنقول لحضراتكم على التشكيل، لكن نبدأ دلوقتي على بركة الله. رمية القفزة والجنبول والحيازة أهلاوية لمايكل تومسون وعمرو زهران، عمر طارق، أبو النصر وبيدو أو عبد الله نصر دخلوا مس النادي الأهلي والكرة في حيازة النادي الأهلي. عمرو زهران لعمر طارق لأبو النصر اللي راجع لسه من الإصابة وأولى الثلاثيات لم ينجح في التصويب أو في التسجيل. على السكند شوت عمرو زهران منتهى الفدائية يلم ويسلم لتومسون، مايكل تومسون لعمرو زهران وال 24 ثانية. هنا إيه؟ هنا قرار الحكم قال إن الكرة لمست الحلقة فيتجدد معاها زمن الهجمة ال 14 ثانية، ده طبقا اللي احنا شايفينه. خماسي نادي سبورتنج هنقول لكم عليه حالا دلوقتي، هو مكون من عبد الرحمن خالد رقم واحد، رقم عمر عبدين رقم 13، ورقم 15 محمد صلاح، عفوا رقم 16 محمد عبد الشافي، وهنقول لكم باقي الاسماء. فعلا زي ما قلت لحضراتكم اتجددت زمن الهجمه، لكن هنا الجدال حوالين ايه؟ لسه في كلام. هنشوف دلوقتي حكام مباراه النهارده، كابتن محمد المنشاوي، كابتن احمد عياد، والكابتن محمود ابراهيم اللي قدامنا في الصوره دلوقتي، اللي في نقاش مع بعض للوصول الى قرار. عز فريد رقم 9 زي ما قلت لحضراتكم، وعبد الرحمن خالد رقم 1، عمر عبدين رقم 13، محمد عبد الشافي رقم 16، و في حد بس هنشوفه دلوقتي. كده خلاص وصل القرار الى 10 ثواني زمن الهجمه والكره في حيازه النادي الاهلي. مايكل تومسون لابو النصر، تومسون تاني وتاني الثلاثيات، ينجح مايكل تومسون على الاوبن شوت انه يسجل اولى الثلاثيات واولى النقاط لصالح النادي الاهلي. الكره مع نادي سبورتنج، عبد الشافي لعز فريد، عز بياخد السكرين مان تو مان النادي الاهلي، عز فريد يقلب الملعب الناحيه الثانيه لعبد الرحمن خالد، وادي سكرين والستيل حلو قوي من مايكل تومسون، وعلى الفاست بريك مايكل لعمرو زهران، وبوم دنك دنك عمرو زهران، نقطتين كمان للنادي الاهلي، وسع الفارق 5 نقاط للا شيء لصالح عمر عبدين. بوينت جارد نادي سبورتنج بيسلم لعبد الشافي، عبد الشافي، لكن هنا في اولى الاخطاء الشخصيه عن النادي الاهلي اعتقد هنا ليه محمد ابو النصر، خطا شخصي على محمد ابو النصر لاعب النادي الاهلي اللي بنقول له سلامات ورجع من الاصابه. وفي التوقفات هقول لكم على اهم الاحداث اللي حصلت داخل النادي الاهلي. عز فريد للكيك اوت لعب شافي، لكن بلوك حلو قوي من عبد الله ناصر يلم على طول، ابو النصر يسلم لعمرو زهران ويهدى على ملعبه، عمرو زهران لسه بنتريشن، لكن خطا شخصي هنا على مين؟ على عز فريد رقم 9. عز فريد رقم 9 هو صاحب الخطأ الشخصي، والكرة لا زالت في حيازة النادي الأهلي. عبد الله ناصر واحد من المصعدين من فريق العشرين سنة بيستلم الكرة بيلف ويرتكز وعايز يلعب، بيطلع كيك أوت لأبو النصر 5 ثواني على 24 لسه، أبو النصر لمايكل تومسون بيحاول يخترق ويفنش، فعلا راح وصل نجح في تسجيل نقطتين مايكل تومسون. كرة مع نادي سبورتنج، عبد الشافي لعز فريد، وادي البنتريشن يطلع الكيك اوت لاحمد ياسر، قطع له حاوله قوي احمد عز فريد، لكن ما بينجحش في التسجيل في الباك لير، بيسلم على طول لتومسون، مايكل تومسون يعدي مايكل، لسه الكره مع مايكل بيهدي الملعب، زون ديفنس نادي سبورتنج، مايكل تومسون سكرين يسلم لابو النصر، ابو النصر تحت الباسكت لعمر طارق اللي بيقطع له حلو قوي، عمر زهران، عمرو زهران وجيف اند جو كده سريعه، لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول عز فريد يطلع فاست بريك 3-2، الموقف هيبقى ايه؟ تخبط في ايد مين؟ عز فريد وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. مايكل تومسون لسه مع الكوره لابو النصر، عمرو زهران على الاوبن شوت، شوت نجح في التسجيل نقطتين عبد الله ناصر، على طول تايم اوت
يطلبه الكابتن وائل بدر ليه؟ ايقاف تفوق النادي الاهلي اللي اصبحت النتيجه دلوقتي معاه 9:07 على انتهاء زمن احداث الكوارتر الاول. نسمع تعليمات المدربين ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. سريعا نقول لحضراتكم تشكيل نادي الاهلي النهارده اللي متواجد في صاله الامير عبد الله الفيصل: عمرو زهران رقم 0، عمر عزب رقم 3، عمرو الجندي رقم 5، سيف سمير 8، الجمال 9، الجرحي او مودي الجرحي 10، محمود وليد والمشاركه الاولى له مصعد من 20 سنه رقم 11، مهيب 14، مايكل تومسون 22، محمد ابو النصر 23، عبد الله ناصر رقم 34 مصعد ايضا من ال 20 سنه، وعمر طارق رقم 55. اما نادي سبورتنج يوسف رفعت 7، محمد صلاح 15، عز فريد 9، يوسف شحاته 14، عبد الرحمن خالد 1، مؤمن اكرم 0، عمر عبدين 13، عبد الشافي 16، محمد رضا 24، عمر بهاء 12، احمد ياسر 50، وياسين عبد الفتاح رقم 4. وادي الكوره مع في حيز نادي سبورتنج. عبد الشافي استلم الكوره، يسلم على طول لاحمد ياسر، والبنتريشن مع عبد الشافي والبيك اندرول، راح على الباسكت يحاول يجيب باسكت ما بينجحش، يلم على اوفنسيف ديفنسيف ريباوند، عمرو زهران اللي بيسلم مايكل تومسون تحت الباسكت لعبد الله ناصر، ليه عمرو زهران مره ثانيه، لسه الكره مع عمرو، دفاع قوي قلب نادي سبورتنج مان تو مان، مايكل تومسون خطا شخصي على مايكل تومسون، اوفنسيف فاول، اوفنسيف فاول على مايكل تومسون. عبد الشافي لاحمد ياسر، واحد من اللعيبه المصعده من 20 سنه، بيحاول يعدي، يسلم لعب شافي تاني على الكيك اوت لعز فريد، عز بيحاول يخترق لكن بيعمل ستيل حلو قوي ابو النصر. ليه؟ مايكل تومسون، مايكل عمل ستيل ابو النصر، سلم لعمر تاري تحت الباسكت لكن يرتكب معاه خطا شخصي اللاعب رقم 16 محمد عبد الشافي، واولى الاخطاء الشخصيه على عبد الشافي، واوت سايد لحياسه النادي الاهلي، خطاين على النادي الاهلي، خطأ شخصي على نادي سبورتنج. تغيير في صفوف الأهلي، خرج عز فريد وهنقول لكم مين نازل دلوقتي حالا. كرة الأهلوية، أدي عمر طارق يلف وحاول يلعب معاه بشافي ويطلع كيك أوت لأبو النصر لعمر طارق تحت الباسكت، 1-on-1 بيلف يرتكز سيمي هوك ما بينجحش في التسجيل، على الديفنسيف ريباوند على طول يستلم عبد الشافي وبيلعب واحد على واحد. عمر عبدين بيحاول يعدي، طلع لعب شافي اوبن شوت لكن تراجع عن موقفه، راح ووصل لكن بيتراجع على الباسكت ما بتجيش، مايكل تومسون على الفاست بريك لكن يهدى بملعبه، مايكل خد السكرين من عمر طارق لعبه اللي هي عبد الله ناصر، عمرو زهران، عمرو زهران مستني عايز يلعب بنتريشن بيطلع كيك اوت، هي على الاوبن شوت شوت عبد الله ناصر لكن ما نجحش في التسجيل، يلم على طول مؤمن اكرم يطلع لعبدين، عمر عبدين يهدى بالملعب، عمر لسه معانا وقت، ده لسان حال نادي سبورتنج. مؤمن اكرم ياخد السكرين من محمد عبد الشافي والسكرين المره الثانيه لكن عمرو زهران مش سايبه، الكيك اوت وادي عبد الشافي لعمر عبدين، اخر 3 ثواني في زمن الهجمه، وقف وشاط ميديم شوت ما بينجحش في التسجيل، يلم مايكل تومسون على طول يجرب الفاست بريك ويبدا الهجمه، يسلم لعمر عمرو زهران، عمرو والبنتريشن مع الكيك اوت لعمرو زهران تاني في البيس لاين على الثري بوينت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول عمر عبدين يسلم لعب شافي، مؤمن اكرم يسلم لعمر عبدين، عبد الرحمن خالد هو اللي نزل دلوقتي من نادي سبورتنج، عمر عبدين يطلع لعبد الرحمن خالد اللي معاه الكوره تحت الباسكت لعب شافي عايز يلعب واحد على واحد يطلع كيك اوت لاحمد ياسر، خد السكرين احمد وصل بيك اند رول لكن بلوك حلوه قوي من عمر طارق اللي نجح ان هو يخبط الكوره في محمد عبد الشافي وبتطلع اوت سايد، واولى التغييرات لصالح النادي الاهلي نزول سيف سمير بدلا من عبد الله ناصر، اوت سايد اهلاوي لسه النتيجه 9-0 من الدقيقه 7 تقريبا، الاهلي او سبورتنج لم يسجلوا اي نقاط في احداث
احداث الثلاث دقائق دول، 4 دقائق 36 ثانية تايم اوت الاولاني اتاخد من كابتن وائل كان في 7 دقائق و10 ثواني. مايكل تومسون ضاغط النادي الاهلي، نادي سبورتنج عفوا، يوسف شحاته نزل دلوقتي. مايكل تومسون يسلم لعمر طارق، عمر لف حلو قوي، ارتكز راح كان عايز يحط دانك لكن عبد الرحمن خالد بيعترضه بخطا شخصي ورميتين حرتين لصالح النادي الاهلي. اولى الرميات الحره للنادي الاهلي على التنفيذ عمر طارق اللي ما بينجحش في تسجيل الرميه الحره الاولى. وادي عمر طارق على تنفيذ الرميه الحره الثانيه، لكن هنا في تحذير من كابتن منشاوي لمحمد صلاح اللي لسه نازل ايضا. وادي الرميه الحره الثانيه ينجح في التسجيل عمر طارق. اوتسايد سبورتنج، سبورتنج السكندري، عمر عبدين ضاغط النادي الاهلي عن طريق عمرو زهران، عمر عبدين مش سايبه بيسلم ليوسف شحاته لمحمد صلاح على الاوبن شوت، تراجع عن موقفه يسلم لعمر عبدين ليوسف شحاته تاني والبيك اند رول مع صلاح اللي شاط ميديم شوت ما بينجحش في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول من مايكل تومسون لسيف سمير لعمر زهران، سيف تحت يسلم لعمر طارق تحت الباسكت يطلع كيك اوت، لكن هنا مخالفه 3 سكند على لاعب النادي الاهلي عمر طارق. اوتسايد سبورتن 10 لا شيء، 3 دقائق 55 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الاول. عزيزي المشاهد يوسف شحاته لمحمد صلاح لعمر عبدين مره ثانيه، اللعب مرتكز على يوسف شحاته، يوسف اللي وقف وشاط ما بينجحش في التسجيل، سيف سمير على طول يلم يسلم لمايكل تومسون ويبدا الهجمه لعمر طارق، سكرينات توصل وتنتهي عند عمر عمرو زهران لابو النصر، سكرين مره ثانيه والبلاي 1 ان 1 لسه بياخد السكرين، قطع له سيف بصله حلوه قوي لكن الباصه كانت متاخره او بعيده على سيف سمير، لكن الفكره حلوه من ابو النصر. تغيير في صفوف سبورتن، خرج عمر عبدين ونزل لاعب رقم 7 يوسف رفعت، خرج عمرو زهران من الاهلي ونزل عمرو الجندي. دي تغييرات الوجريات دلوقتي اثناء المباراه. عبد الرحمن خالد ليوسف شحاته، يوسف رفعت لسه الكره مع يوسف والبيك اند رول مع محمد صلاح راح، واولى نقاط المباراه لفريق نادي سبورتنج، نقطتين لسبورتنج. ضاغط نادي سبورتنج على عمرو الجندي اللي لسه نازل، لسه عمرو معاه الكوره، عمل فيك حلو قوي، وصل طلع كيك اوت لابو النصر، 3 ابو النصر نجح في تسجيل 3 نقاط محمد ابو النصر. اولى الثلاثيات لمحمد ابو النصر يوسع الفارق. اتحسبت باثنين، اتحسبت باثنين يا جماعه. يوسف رفعت شاط ما بينجحش في التسجيل، يلم ابو النصر على طول، لسه ابو النصر معاه الكوره لعمرو الجندي، عمرو مستني اللقطة، استنى اللقطة، قلب الملعب الناحية التانية لمايكل تومسون، مايكل عمر طارق، لكن باصة حلوة أول سيف سمير ونقطتين بذكاء شديد من عمر طارق لسيف سمير، أسيست ولا أروع من عمر طارق لسيف. عبد الرحمن خالد ليوسف شحاتة، مؤمن يوسف رفعت عفوا لمحمد صلاح اللي وقف وشاط ميديم شوت، إيربول يلم على طول في الديفنسيف ريباوند، عمرو الجندي، عمرو لسه الكرة مع عمرو، خد السكرين من عمر طارق هيعلقها له ولا طلع كيك اوت لمايكل تومسون على 3 بونت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول يوسف شحاته، عدى يوسف لمحمد صلاح، هوش لقى الطريق فاضي ووصل حاول معاه سيف لكن محمد صلاح ينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي سبورتنج. 4 نقاط لسبورتنج، 14 للاهلي، دي 40 ثانية على انتهاء احداث زمن الكوارتر الاول. مايكل تومسون، مايكل مستني السكرينات تحصل، سلم لعمرو الجندي، اختراقات عمرو، باص لعمر طارق تحت الباسكت لكن تخبط في عمر طارق وبتطلع اوت سايد على تخبط في نادي سبورتنج. تغييرين في صفوف النادي الاهلي، خرج مايكل تومسون وعمر طارق، نزل عمر عزب وعبد الرحمن عبد الله ناصر، وايضا خرج عبد الرحمن خالد، واقول لكم مين نزل مكانه دلوقتي، لكن خلينا مع المباراه دقيقه ونص. عبد الله ناصر
لابو النصر. ابو النصر عدى ابو النصر باختراقاته، لكن خطا شخصي هنا على اللاعب محمد رضا اللي لسه نازل، ارتكب اولى الاخطاء الشخصيه ورميتين حرتين لصالح نادي الاهلي. 14-4. وادي الرمية الحرة الأولى ينجح في التسجيل أبو النصر. أربع خمس محاولات على الثري بوينت للنادي الأهلي، نجح في تسجيل محاولتين. وما ينجحش أبو النصر في تسجيل الرمية الحرة الثانية، يلم على طول يوسف رفعت لمؤمن أكرم، ليوسف رفعت مرة ثانية، محمد صلاح لمؤمن أكرم، ماسكه عمرو الجندي، فضل ليوسف شحاتة اللي سلم لصلاح، لكن صلاح ما عرفش يقرأ الملعب، الكرة كانت أسرع منه وبتطلع أوت سايد لصالح النادي الأهلي. دقيقة 8 ثواني، أربع محاولات للأهلي على الفري ثرو أو على الفاول شوتين، نجح في تسجيل محاولتين. دي بعض الإحصائيات اللي هنعملها لحضراتكم في أثناء المباراة. عمر عزب مع يوسف رفعت، يسلم للجندي، الجندي وسكرين مع سيف، يقلب الملعب الناحية التانية لعبد الله ناصر اللي بيلحق، لكن يتعمل ستيل وبيتاخد على طول يوسف رفعت، لكن عمر عزب يرتكب معاه خطأ شخصي. أولى أخطاء عمر عزب في آخر دي 52 ثانية من أحداث الكوارتر الأول. يوسف رفعت هو اللي ماسك الملعب، يدور على مفتاح اللعب. يوسف شحاتة، يوسف رفعت والهاند أوف معاه يوسف شحاتة، يوسف رفعت لسه وقف شاط، لكن يرتكب معاه خطأ شخصي محمد أبو النصر طبقا لإشارة كابتن محمد منشاوي، رميتين حرتين لصالح يوسف رفعت. ستة وثلاثين ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الأول، 15 الأهلي 4 سبورتنج. يوسف رفعت على تنفيذ الرمية الحرة الأولى ما بينجحش في التسجيل، أولى الرميات الحرة لفريق سبورتنج في أحداث هذا اللقاء. وادي الرمية الحرة الثانية ينجح في التسجيل، مودي الجرحي يشارك في أحداث هذا الكوارتر بدلا من محمد أبو النصر. مودي الجرحي الكابيتانو. عمر عزب يوسع الملعب مع يوسف رفعت، عدى عمر، لسه الكرة مع عمر، سلم ليه عمرو الجندي، عمرو الجندي لسيف سمير، سيف لسه بيلعب واحد على واحد مع محمد صلاح مش سايبه، والسيمي هوك بتاع السيف ينجح سيف في تسجيل نقطتين لصالح النادي الاهلي. اخر 15 ثانيه في زمن احداث الكوارتر الاول، يوسف رفعت لسه، يوسف خد السكرين من محمد رضا، يوسف وصل، لكن مودي الجرحي بذكاء شديد يعمل الستيل وتطلع اوت سايد لصالح نادي سبورتنج في اخر ثلاث ثواني من احداث الكوارتر الاول. 17 خمسة لصالح النادي الاهلي. اخر ثلاث ثواني هتنتهي ازاي عند محمد صلاح اللي هوش حلو قوي وشاط على الثري بوينت، لكن ما بينجحش في التسجيل، وتاتي معها صافره انتهاء احداث الفتره الاولى او الكوارتر الاول بتقدم النادي الاهلي 17 خمسة لصالحه. دقيقتين هي زمن الراحه المقرره ما بين الكوارترين، نروح نسمع تعليمات المديرين الفنيين كوتش أوجوستي وكوتش وائل بدر ونرجع لحضراتكم. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث الفتره الثانيه والكوارتر الثاني، وزي ما فكر حضراتكم انتهت احداث الكوارتر الاول بتقدم النادي الاهلي 12 نقطه 17 5 لصالحه. دلوقتي نبدا احداث الفتره الثانيه والكوارتر الثاني، خماسي النادي الاهلي، مودي الجرح، عمر عزب، عبد الله ناصر، سيف سمير، عمرو الجندي، خماسي نادي سبورتنج، يوسف رفعت، يوسف شحاته، محمد رضا، ومؤمن اكرم، ومحمد صلاح. الكره والحيازه التبادليه لصالح نادي سبورتنج. مؤمن اكرم بيحاول تراي على الباسكت، لكن يسلم على طول محمد صلاح اللي بيخترق وبيستغل، يسلم لي لسه الكره حايره هنا، توصل لمؤمن اكرم، مؤمن يحاول يوصل ووصل لكن ما بينجحش في التسجيل. عبد الله ناصر بمنتهى الفدائيه يلم الديفنسيف ريباوند، يسلم لعمر عزب، عمر عدى عمر ومعاه يوسف شحاته، اثنين واخدين على لعبه بعض في المنتخب القومي بقياده الكابتن احمد مرعي.
عمر عزب قلب الناحية الثانية على طول لمودي الجرحي وثلاثات مودي الجرحي، لكن ما بيرجعش في التسجيل. مؤمن أكرم يلم على الديفنسيف ريباوند، مؤمن يسلم لمحمد رضا بيحاول يلعب واحد على واحد، طلع كيك اوت لصلاح، صلاح تاني ليوسف رفعت، ليوسف شحاته، لمحمد رضا تحت الباسكت عايز يلعب واحد على واحد، بيهوش يرتكز يلف يطلع كيك اوت ليوسف شحاته على الاوبن شوت، لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم على طول عمر عزب لمودي الجرحي الكابيتانو لسيف سمير، يقلب الملعب لمودي، استنى السكرين من سيف، سلم لسيف، خد الهاند اوف معاه، راح يلعب البيك اند رول، يطلع لعبد الله ناصر، عبد الله لعمرو الجندي في الثواني الاخيره، اربع ثواني على انتهاء زمن الهجمه، عمرو راح وصل نجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي، عمرو الجندي يتقمص دور البطوله في الثواني الاخيره وينجح في تسجيل نقطتين. يوسف رفعت من نادي سبورتنج لمؤمن اكرم، مؤمن لمحمد رضا بيحاول يخترق، لكن هنا في خطأ شخصي على عبد الله ناصر رقم 34 واوتسايد لنادي سبورتنج. اوتسايد لسبورتنج 19-5 لصالح النادي الاهلي، دي 8 دقايق 20 ثانية. القيادة الفنية لنادي الاهلي سينيور اوجستي جولبي بوش، والقيادة الفنية لنادي سبورتنج الكوتش وائل بدر. يوسف رفعت ليوسف شحاته، استلم يوسف عايز يعدي، اختراقاته سريعه والهاندو بتاعه سريع، لكن ما بينجحش في التسجيل على التراي كده على الباسكت. مودي الجرحي على طول توصل له الكوره، يهدى بالملعب ويبدا الهجمه. مودي الجرحي يسلم لعبد الله ناصر، الهاند اوف لمودي تاني، مع هاند اوف كمان مره لعمرو الجندي، عمرو طلع البيك اند رول حلوه قوي لسيف سمير ونجح في تسجيل نقطتين، يتلقى التشجيع من السنيور اوجستي جولبي بوش. كرة لسبورتنج، محمد صلاح لقى نفسه اوبن شوت شوت، لكن ما بينجحش في التسجيل، على طول يلم محمد رضا من سبورتنج. لسه الكرة مع يوسف شحاتة، لصلاح المرة الثانية يشوط والمرة دي ينجح في التسجيل، محمد صلاح أولى الثلاثيات لفريق نادي سبورتنج. مودي الجرحي عدى مودي مع يوسف رفعت مش سايبه، لعمر عزب لمودي مرة ثانية، سكرينات توصل لسيف سمير لعمر عزب وال بلاي تو مانز او مانز تو مانز بلاي لعمرو الجندي. اخر خمس ثواني في زمن الهجمه، عمرو الجندي يقف يشوط بشماله وينجح في تسجيل نقطتين لصالح النادي الاهلي. 21 23 8 لصالح النادي الاهلي. محمد صلاح لمحمد رضا تحت الباسكت، معاه عبد الله بيهوش بشماله، لكن بيك حلو قوي من عبد الله، على طول يلم مودي الجرحي يطلع ويبدا بالهجمه بالفاست بريك، لكن يهدى على الملعب ما حدش جريله. مودي الجرحي ومعاه يوسف رفعت، خد السكرين من عبد الله ناصر، سلم لعمر عزب، عمر مستني السكرين من سيف سمير، عمر وثري بوينت عمر، لكن بعيده قوي يا عمر، بعيده قوي، بيعتذر على طول عمر على طول. يوسف شحاته ويجري على الفاست بريك، يقف يسلم لصلاح، هيجرب للمره الرابعه لكن المره دي ما بينجحش في التسجيل، وبتروح الكره اوتسايد لصالح النادي الاهلي. تغييرين في صفوف سبورتن، عز فريد مكان مؤمن اكرم ومحمد صلاح اوت وينزل محمد عفشافي، وتغيير في صفوف النادي الاهلي، عبد الله ناصر خرج نزل مكانه واحد من ناشئين النادي الاهلي اللي هنشوفه قريب، محمود وحيد اللي معاه الكوره. محمود لعمر عزب، اكتشافات قطاع الناشئين بقياده كابتن سيد صابر، وادي تراي كده على الباسكت من عمر عزب، لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول عبد الشافي، لكن يرتكب معاه خطا شخصي من عمر عزب اللاعب رقم 3 واوت سايد لصالح نادي سبورتنج. مايكل تومسون على التغيير، خرج عمر عزب نزل مايكل تومسون، 6 دقائق 5 ثواني عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. نتيجه 23-8. يوسف رفعت ليه عبد الشافي لعز فريد، عز سكرينات بتحصل في البيز لاين ليوسف شحاته اللي استلم الكره فعلا، طلب السكرين من عبد الشافي، بيلعب سريع يسلم لعبد الشافي وبيحاول يلف ويرتكز بشماله، والسيمي هوك رائع من محمد عبد الشافي. مودي الجرحي معاه يوسف رفعت ضاغط عليه من اول ملعب، لسه مودي مع الكوره محتفظ بالكوره، سلم لسيف سمير، سيف لمايكل تومسون، مايكل لعمرو الجندي وثلاثات عمرو الجندي من بعيد، لكن اير بول يحاول معاها محمود وليد بذكاء رائع من محمود وليد، يخبط الكوره
في محمد رضا وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. خرج من نادي سبورتنج يوسف رفعت ونزل احمد ياسر. محمود وليد تراي على الباسكت ما بتجيش، او عفوا نزل ياسين عبد الفتاح. يوسف شحاته تراي كده من محمود وليد لكن ما بينجحش في التسجيل. تروح الكره لسبورتن محمد رضا ومعاه محمود وليد، دفاعات قويه. عبد الشافي لياسين عبد الفتاح، باصه حلوه قوي اللي قطعه له عبد الشافي. عبد الشافي بشماله مره ثانيه لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول سيف سمير يسلم لمودي الجرحي بذكاء شديد يعديها من فوقيه مودي وبيسيطر على كورته كويس مودي الجرحي. مايكل تومسون بيطلب الهدوء عشان يبدا الهجمه. مايكل سكرينات ليه، مايكل سكرين تاني وقف شوت 3 بوينت لكن حظه وحش جدا ما بينجحش في التسجيل. يوسف شحاته من سبورتنج 4 دقائق 30 ثانيه على انتهاء زمن الكوارتر الثاني. عبد الشافي للكيك اوت ليه، يوسف شحاته وقف ميديم شوت ما بينجحش في التسجيل. يوسف وليد يلم لكن هنا في صافره. كابتن محمد منشاوي يا ترى بقى على مين؟ على النادي الاهلي رقم 10 مودي الجرحي، خطا شخصي على مودي الجرحي. خرج يوسف شحاته من نادي هنا في تايم اوت يطلبه السنيور اوجستي جول بيبوش المدير الفني النادي الاهلي. نسمع تعليمات التايم اوت ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. طبعا هقول لحضراتكم على نظام الدوري. النادي الاهلي واجه في الدور التمهيدي وهو الحاصل على بطوله المنطقه القاهره وبطل البطوله العربيه وايضا بطل دوري المرتبط بعد النهائي قوي جدا مع فريق الاتحاد السكندري. الاهلي قابل في الدور التمهيدي نادي القناه وفاز في المباراه الاولى 69 للقناه 80 للنادي الاهلي، والمباراه الثانيه فرق 10 نقاط 80 70 في المباراه البيست اوف 3 وتحدد خلاص فوز النادي الاهلي للثمانيه اللي فوق. اما نادي سبورتنج فقابل الجيش في مباراتين، فاز بالمباراه الاولى 72 61 والمباراه الثانيه 72 60 وتاهل لملاقات الاهلي. نادي سبورتنج انهى دور المرتبط في المركز الثامن، اما النادي الاهلي انهى دوري المرتبط في المركز الاول. والنهارده اولى مباريات او الاسبوع الاول من مباريات السوبر او الدوري الممتاز. اهلي وسبورتنج زي ما حضراتكم شايفين وبنزعق عليكم دائما على قناه النادي الاهلي، الزمالك وجزيره، اتحاد واتصالات، سموحه والتامين. خماسي النادي الاهلي عمر طارق، عمرو الجندي، مودي الجرحي، محمود وليد ومايكل تومسون، ده الخماسي النادي الاهلي. اما خماسي نادي سبورتنج عز فريد، ياسين عبد الفتاح ده واحد من الناشئين ايضا، ومحمد عبد الشافي، محمد رضا، واخيرا اعتقد ده احمد ياسر رقم 50 ده برضه واحد من الناشئين. 23 10 لصالح النادي الاهلي. عز فريد الاوتسايد لسبورتنج يسلم لياسين عبد الفتاح لكن هنا خطا شخصي على مودي الجرحي. تاني الاخطاء الشخصيه على مودي الجرحي الكابيتانو. 4 دقائق 19 ثانية عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. تغيير عمرو زهران في صفوف النادي الاهلي بدلا من مودي الجرحي. محمد عبد الشافي من سبورتنج لياسين عبد الفتاح لعز فريد. عز اخترق وصل ما بينجحش في التسجيل، يعمل السكند شوت كده حلو قوي. محمد عبد الشافي يضغط نادي سبورتنج من الاول عشان يضايق الفارق 12 سبورتنج 23 الاهلي. مايكل تومسون مع عز فريد مش سايبه. مايكل ليه عمرو الجندي لمايكل تومسون تاني، محمود وليد بيسلم تحت الباسكت لعمر طارق لكن هنا في خطا شخصي يرتكبه محمد عبد الشافي لاعب نادي سبورتنج. و اوتسايد او البوشنج اوتسايد لصالح النادي الاهلي. اولى الاخطاء الشخصيه على نادي سبورتنج واربع اخطاء شخصيه على النادي الاهلي. عمر طارق فاضي وصل لكن هنا برضو تاني الاخطاء الشخصيه بنفس الهجمه ايضا على محمد عبد الشافي رقم 16
واوتسايد مره ثانيه لصالح النادي الاهلي. مايكل تومسون اللي هيطلع الاوت، ادى الاشاره، اطاله عمرو زهران، سلم لعمر طارق، لكن هنا في ايه؟ مخالفه، اوفنسيف فاول على عمر طارق طبقا لاشاره كابتن محمود. خلاص حتى مستر اوجوسي او السنيور اوجوسي بيقول ديفنس ديفنس تعوض، مفيش حاجه. اوفنسيف فاول على عمر طارق. في غلطه هنا النادي الاهلي. محمد صلاح دلوقتي، بس اقول لكم على التغييرات، محمد عبد الشافي من سبورتنج خرج ونزل محمد صلاح. في غلطه في اللوحه ان النادي الاهلي عنده في اثنين خطا شخصي ما اتكتبوش على اللوحه. طيب خلينا في المباراه. ياسين عبد الفتاح واحد من ناشئين نادي سبورتنج، يسلم له عز فريد لياسين ثاني، سياسه دفع من الناشئين في كلا الفريقين. عز فريد ياخد السكرين، يعدي بيك اند رول ولا كمل، لكن يقطع في السكه مايكل تومسون ويعمل للستيل، يسلم على طول ويبدا الهجمه. مايكل يقلب الملعب الناحيه الثانيه لعمرو الجندي. عمرو حاول اخترق من ناحيه شماله، يرتكز تقع منه تروح لمحمد صلاح اللي بيسلم لياسين. ياسين يجرع على طول لعز فريد، لكن تخبط في رجل محمود وليد وبتطلع اوت سايد لصالح نادي سبورتنج. اوت سايد لسبورتنج، 19 ثانية على زمن الهجمة، 3 دقائق 17 ثانية على انتهاء زمن الكوارتر الثاني. ياسين عبد الفتاح ياخد السكرين من محمد صلاح، وقف شاط ميديم ما بينجحش في التسجيل. تومسون على طول على الديفنسيف ريباوند لعمرو الجندي في هجمة سريعة وباصة سريعة. عمرو يهدى يسلم لتومسون. محمود وليد لسه باصات سريعة. الشكل العام عايز يخلص انسايد، آخر 10 ثواني في زمن الهجمة. عمر طارق اوبن شوت ينجح في تسجيل ثلاث نقاط. عمر طارق ثلاثيه، عمر طارق اون فاير. محمد رضا يسلم لصلاح من سبورتن وهجمه نادي سبورتن، يوسع الفرق 26 12. ياسين استلم خد السكرين، لسه الكره مع ياسين، يسلم لمحمد صلاح يعمل الستيل محمود وليد، لكن توصل تاني محمد صلاح ويشوت 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل. يلم عمر طارق على طول اللي بيطلع على طول ليه؟ عمرو زهران لعمرو الجندي على اوبن شوت، ده كان من الاول يا عمرو تخش معاه. ياخد السكرين من عمر طارق. عمرو الجندي لسه يسلم لتومسون، تومسون لعمر طارق، لكن يعمل في السكه الستيل كده ياسين ويسيطر على الكوره، يسلم لعز فريد، وادي فص بريك وينجح في سلام دانك. محمد رضا بنقطتين كمان لصالح نادي سبورتن. 14 26 دقيقتين 15 ثانية على انتهاء زمن الكوارتر الثاني. الكرة مع الأهلي. مايكل تومسون الكرة أهلاوية، سكرين من عمر طارق لمحمود وليد، والهاند أوف مع عمرو زهران، يسلم لعمر طارق تحت الباسكت اللي بيلف عايز يرتكز يشوف هيعمل إيه، يطلع والباك ليب وينجح في الثانية الأخيرة من زمن الهجمة. باك ليب رائع من عمر طارق. نقطتين لصالح النادي الاهلي، وسع بيهم الفرق الى 14 نقطه في اخر دقيقه 40 ثانيه من احداث الكوارتر الثاني. خطا شخصي على محمود وليد، واحد من الناشئين مصعده من تحت 20 سنه، يخرج محمود وليد وينزل ايضا عبد الله ناصر. تو شوتس ورميتين حرتين ليه محمد رضا، ما بينجحش في تسجيل الرمية الحرة الأولى. في حاجة هنا كابتن إسلام الشبكاتي بيتناقش فيها مع الحكام، مدير اداري فريق نادي سبورتنج، لكن هنا هنشوف في ايه. الرميه الحره الاولى ما بينجحش في التسجيل محمد رضا، وادي الرميه الحره الثانيه ما بينجحش ايضا في التسجيل. يلم عمرو زهران على طول يسلم ليه مايكل تومسون. ياسين عبد الفتاح مش سايبه، عدى مايكل يسلم لعبد الله ناصر اللي لسه نازل دلوقتي مكان محمود وليد، وادي مايكل تومسون واختراقه بنتريشن ونقطتين
لصالح مايكل تومسون، نقطتين لصالح النادي الاهلي ياتي معهم الاند وان او الوان مور لصالح مايكل تومسون على التنفيذ. مايكل تومسون دقيقة 12 ثانية، ارتفع الفرق إلى 16 نقطة. مايكل ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول محمد صلاح من سبورتن، يسلم لياسين عبد الفتاح. ياسين الفرقة الوحيدة اللي ما عندهاش برضه معلومة كده للسادة المشاهدين، بس بعد الهجمة دي وادي محمد رضا في البيس لاين على 3 بوينت، ما بينجحش في التسجيل، يلم ياسين على طول ويطلع كيك أوت. وادي 3 بوينت مرة تانية ما بيجيش، يلم مايكل تومسون والفاست بريك معاه 3 على 3، بقينا 4 على 4، بقينا 5 على 5، ما بقاش فص بريك. الباصه لعمر طارق لكن بعيد عنه، وتايم اوت يطلبه الكابتن او الكوتش وائل بدر. يمكن معلومه كده لحضراتكم، فريق نادي سبورتن هو الفريق الوحيد اللي متواجد في الدوري، يعني على حد علمي لا ما يعني ما انتدبش محترف يلعب معاه. طيب تايم اوت 30 لصالح النادي الاهلي، 14 سبورتنج، 44 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. اذكر ثاني السادة المشاهدين، سبورتنج احتل المركز الثامن في ترتيب دوري المرتبط، اما الاهلي فكان بطل لدوري المرتبط وهو هذا العام مع اوجستي كولبي بوش او السنيور اوجستي كولبي بوش او كما يطلق عليه جماهير الاهلي الساحر، بطل منطقة القاهرة والبطولة العربية ودوري المرتبط. قارب التايم اوت على انتهاء فكر حضراتكم بغيابات، ان في غيابات لصالح النادي الاهلي النهاردة، احمد حمدي، مروان سرحان اللي عنده كسر في رسغ اليد الايمن، وايهاب امين اللي خارج لسه من عمليه الزايده، بنتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب ويرجعوا بالف سلامه هم وكل لاعبينا في اي نادي. بودي حسام وسيف سمير ومؤمن خيري برضو خارج القائمه لكن متواجدين في الملعب لازر لاعبتهم، وايضا متواجد مروان سرحان اللي حاطط ايده في كبيره كده ومتواجد مع الفريق. نرجع للمباراه، ياسين عبد الفتاح واحد من ناشئين سبورتنج تحت 20 سنه لعز فريد، عز والبنتريشن، يسلم محمد رضا، دفاعات قويه من النادي الاهلي، قطع له ياسين حلوه قوي، شاط على الباسكت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول عمر طارق، يسلم لمايكل تومسون. اخر 25 ثانيه في احداث الكوارتر الثاني، عبد الله ناصر لمايكل تومسون، مايكل لسه مايكل عدى الهاند اوف مع عمرو الجندي لمايكل، اوبن شوت مايكل لكن قرر ان هو يعمل بنتريشن ويباص كده ليه عمر طارق لكن تخبط في رجل محمد رضا او عفوا احمد ياسر وبتطلع اوت سايد. اخر 5 ثواني في زمن الهجمه واخر 9 ثواني في زمن احداث الكوارتر الثاني، في صافره تايم اوت يطلبه كوتش وائل بدر. 5 ثواني زي ما فكر حضراتكم كده، 5 ثواني على انتهاء زمن الهجمة، ال 24 ثانية و9 ثواني و7 أجزاء من الثانية على انتهاء زمن الكوارتر الثاني. طبعا يمكن بس عشان كابتن هيثم وضيوفه الكرام الكابتن خالد والكابتن كيدار، فكر حضراتكم بالغيابات، احمد حمدي، مروان سرحان، ايهاب امين يمكن متواجد هنا في الملعب، مروان سرحان بنتمنى له الشفاء العاجل، وايضا خارج القائمه النهارده بودي حسام، سيف صلاح، مؤمن خيري، دول لاعبي النادي الاهلي. لم يشارك حتى هذه اللحظات في النادي الاهلي احمد مهيب وابراهيم الجمال، يعني هم دول اللي ما شاركوش لغايه دلوقتي في احداث المباراه. 10 لاعبين شارك بيهم مستر السنيور اوجستي جولبي بوش. خلاص انتهى التايم اوت ونرجع للمباراه، اخر زي ما قلت لحضراتكم اخر 5 ثواني على انتهاء زمن الهجمه و9 ثواني و7 أجزاء من الثانيه على انتهاء زمن الكورتر الثاني. كره اهلاويه عمرو زهران لكن تراي على الباسكت ما بيجيش، يلم على طول نادي سبورتنج. وادي هنا في ايه؟ في صافرة بتقول مخالفة المشي بالكرة على النادي
سبورتين. يمكن احمد ياسر رقم 50 هو اللي ارتكب المخالفة المشي بالكرة، وادي فاضل ثانيتين وثمان اجزاء من الثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. ثانيتين وثمان اجزاء من الثانية والحكم يطلب تنشيف ارضية الملعب. عمر عزب هيتم تغييره دلوقتي بعمر طارق. السنيور اوجوستي جول بيبوش عايز يبقى عنده اكتر من اوبشن لانهاء هذه الهجمة، سواء من السرعات او من البنتريشن او الشوتينج. ضغط نادي سبورتنج. عمرو زهران بيسلم لعمر عزب، عمر من بعيد، عمر من نص الملعب، عمر لكن ما بينجحش في التسجيل عشان تأتي معها صافرة انتهاء احداث الكوارتر الثاني بتقدم النادي الاهلي 30-14. اعزائي المشاهدين 15 دقيقة هي زمن الراحة ما بين الكوارتر الثاني والثالث. كابتن هيثم السعيد وضيوف الكرام الكابتن خالد مصطفى وكابتن قيدار هنداوي، اليكم الميكروفون. شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وضيوف الكرام الكابتن خالد مصطفى والكابتن قيدار هنداوي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والساده مشاهدي ومتابعي ومحبي كره السله في كل مكان، معلقكم الرياضي احمد مناع يعود اليكم مره اخرى من صاله الامير عبد الله الفيصل واحداث اولى مباريات الدوري الممتاز او الدوري السوبر في كره السله بين النادي الاهلي ونادي سبورتنج. للي ما كانش معانا، انتهت احداث الكوارتر الاول بتقدم النادي الاهلي 17-5، وفي احداث الكوارتر الثاني تقدم النادي الاهلي بنتيجه 30-14. خماسي النادي الاهلي اللي هيبدا بيه السنيور اوجوستي بوش، مايكل تومسون، ابو النصر، عمرو زهران، عمر طارق، وعبد الله ناصر، واحد من ناشئين النادي الاهلي. اما خماسي نادي سبورتنج اقول لحضراتكم عليه حالا هو يوسف شحاته وعمر عبدين، محمد صلاح وعمر بهاء رقم 12 في اول مشاركه ليه، ده واحد من ناشئين نادي سبورتنج. واخيرا عبد الرحمن خالد والحيازه التبادليه اهلاويه. على بركه الله نبدا احداث المباراه. نفكر حضراتكم بحكام المباراه، كابتن محمد منشاوي، كابتن احمد عياد، كابتن محمود ابراهيم، دول حكام لقاء النهارده. وفي اقرب توقف هقول لحضراتكم على بعض الاحصائيات من احداث الكوارتر الاول والثاني. بدايه احداث المباراه على بركه الله، نبدا احداث المباراه والحيازه اهلاويه. تمركز الحكام في داخل ارضيه الملعب. مايكل تومسون يستلم الملعب ويبدا الهجمه لعمرو زهران في البيز لاين. عمرو سكرينات لي توصل مايكل تومسون مره ثانيه. مايكل ياخذ السكرين مع عبد الرحمن خالد، يسلم لعبد الله ناصر، لعمرو زهران يوسع الملعب، ياخذ بوزيشن على طول عمر طارق. اربع ثواني على انتهاء زمن الهجمه لابو النصر، كيك اوت على 3 بوينت ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول نات سبورتن لي يوسف شحاته لعمر عبدين، عمر لعبد الرحمن خالد ليوسف شحاته مره ثانيه، لسه يوسف مع الكوره، والبيك اند رول مع محمد صلاح يقف ويشوط ميديم شوت ما بينجحش في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول من عمر طارق، يسلم لمايكل تومسون اللي بيطالب بفتح الملعب، ياخد سكرين من عمر طارق يعدي في البيك اند رول، لكن يسلم لعبد الله ناصر اوبن شوت، لكن تراجع عن موقفه من نصر اللي وصل واخترق ونجح في تسجيل نقطتين لصالح النادي الاهلي. وسع الفارق الى 18 نقطه، 32 الاهلي 14 سبورتنج. عمر عبدين مع عمرو زهران ياخد السكرين على طول، يعملوا سكرين محمد صلاح لكن تقطع في السكه على طول ويعمل السيد ويروح النادي الاهلي، لكن هنا في ايه؟ هنا في مخالفه المشي الكره فعلا على عمرو زهران لاعب النادي الاهلي، مخالفه المشي او خطا المشي بالكره على عمرو زهران. عمرو علاء زهران والده هو المستشار علاء زهران وكابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر، ملقب بسكوتي بيبن النادي الاهلي، واحد من اللعيبه اللي تستمتع في حضورها داخل الملعب. نرجع للمباراه، عمر عبدين مع محمد صلاح والسيمي هوك ينجح في تسجيل اولى نقاط نادي سبورتن في احداث الكوارتر الثالث. مايكل تومسون، مايكل معاه يوسف شحاته، الاثنين سرعة، الاثنين عندهم السكيلز عالي، الاثنين عندهم قرايه الملعب كويسه جدا.
مايكل تومسون علق حلو قوي لعم عمر طارق ونقطتين لعمر طارق لصالح النادي الاهلي، وسع الفرق 34-16 لصالح النادي الاهلي. 8 دقائق بالتمام والكمال على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. عمر بهاء اللي بدا من احداث الكوارتر الثالث، يوسف شحاته مع محمد صلاح والبيك اند رول، محمد يقف يسلم لعمر بهاء مره ثانيه ليوسف صلاح على الاوبن شوت، شوت من بعيد، لكن هنا في ايه؟ في خطا شخصي على عمر طارق بثلاث رميات حره لصالح محمد صلاح لاعب نادي سبورتنج. خطا الثاني على عمر طارق، محمد صلاح على تنفيذ الرميه الحره الاولى ما بينجحش في التسجيل. والرميه الحره الثانيه او دي دي ما جاتش برضه. 34-17 لصالح النادي الاهلي. مايكل تومسون لعمر طارق، لا عبد الله ناصر، سكرينات توصل لتومسون دلوقتي، غير عليه عمر عبدين، خد السكرين مايكل، قلب الملعب الناحيه الثانيه وبساط سريعه تنتهي عند عمرو زهران وعلى الاوبن شوت. 3 بوينت لعمرو زهران، اولى الثلاثيات لعمرو زهران في احداث الكوارتر الثالث واحداث المباراه. عمر عبدين، عمر خد السكرين من محمد صلاح لسه وقف، لكن خطا شخصي على عمرو زهران، خطا شخصي على عمرو زهران. اوتسايد لسبورتنج، تاني الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي في التوتال، وزيرو اخطاء شخصيه على نادي سبورتنج. عبد الرحمن خالد هو اللي هيطلع الاوت، يسلم لمحمد صلاح لاعب نادي سبورتنج اللي بدا من نادي الجزيره. لسه محمد صلاح بيسلم ليوسف شحاته، ياخد السكرين، عدى، سلم محمد صلاح لتحت البوزيشن كده، عبد الرحمن خالد واخد بوزيشن تحت الباسكت، لكن يرتكب معاه عبد الله ناصر خطا شخصي واوت سايد لصالح نادي سبورتنج. تاني الاخطاء الشخصيه على في جعبه عبد الله ناصر. عمر عبدين هيطلع الاوت، يسلم لعمر بهاء، يوسف شحاته لسه الكره مع يوسف، يسلم محمد صلاح، عبد الرحمن خالد واخد بوزيشن تحت الباسكت، بيحاول يلعب واحد على واحد مع عبد الله ناصر، عبد الله ناصر يعمل مع البلوك ويسلم على طول ويستلم مايكل تومسون، مايكل لابو النصر، عبد الله ناصر تحت الباسكت واخد بوزيشن، كرر اللعبه ولا طلع كيك اوت، طلع كيك اوت لكن تقرف السكه ويلحقها مره ثانيه توصل لابو النصر، لسه الكره مع ابو النصر، يسلم لعبد الله ناصر، يا سلام لو بص وراه كده، لكن قرر انه يلعب واحد على واحد، بيتنجح يتعمل معاه بلوك وتروح الكره على طول لنادي سبورتنج. عمر عبدين، لكن هنا فعلا اوفنسيف فاول على عمر عبدين بذكاء شديد، ينجح ابو النصر في انه يعني يخلي عمر عبدين يرتكب خطا شخصي لصالح النادي الاهلي. مايكل تومسون، عمر عبدين، اول الاخطاء الشخصيه على عمر عبدين. لسه النتيجه 37-17، 20 نقطه فارق لصالح نادي الاهلي. عمر طارق تراي على الباسكت ما بيجيش، توصل عمرو زهران اللي بيحاول على الباسكت ما بيجيش ايضا، يوسف شحاته يستلم على طول ويبدا الهجمه، يوسف يسلم لعبد الرحمن خالد، عبد الرحمن باصة في ظل غفله دفاعيه من النادي الاهلي لكن ما بينجحش في التسجيل. عمر بهاء على طول ديفنسيف ريباوند ليه مايكل تومسون، اوبن شوت ليه ابو النصر لكن ما بينجحش في التسجيل ايضا. عبد الرحمن خالد من سبورتنج لمحمد صلاح، يوسف شحاته استلم، بدا الهجمه اخر 10 ثواني في زمن الهجمه، يوسف وصل شوط لما ينجحش في التسجيل، لكن بيطلع كده اي حاجه عمرو زهران اللي بتتعمل كونتر اتاك تاني او فاست بريك مره تانية على النادي الاهلي. عمر بهاء لعمر عبدين، سكرينات ينجح في السكرين ويعلق الكوره من بعيد، ينجح في تسجيل نقطتين عمر عبدين لاعب نادي سبورتنج. مايكل تومسون بدأ الهجمة، 14 ثانية على انتهاء زمن الهجمة. سيف سمير في التسخين هينزل دلوقتي اعتقد مكان عبد الله ناصر، قلب الناحية الثانية عبد الله ناصر اللي اوبن شوت على 3 بوينت من بعيد ما بينجحش في التسجيل بفدائية شديدة ومن أعلى نقطة. أبو النصر يلم يسلم تاني ويستلم، أبو النصر يطالب فتح الملعب عايز يلعب واحد على واحد
توصل لتومسون لعمر طارق على 3 بوينت اوبن شوت. عمر طارق لكن تتحسب بنقطتين. تايم اوت على طول يطلبه كوتش وائل بدر لايقاف تقدم النادي الاهلي. ثلاث نقاط او هي اتحسبت بنقطتين على فكره، بنقطتين. 40-19 لصالح النادي الاهلي. طبعا برضو للمعلومات سواء لضيوفنا الكرام او مشاهدينا العزاز جدا والعظماء جدا، مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، ايهاب امين يتواجد مع الفريق لمؤازرته بعد خروجه من العمليات. سلامات لإيهاب أمين، البوب أو السوبر ماريو إيهاب أمين. أفكر حضراتكم كده بمشوار النادي الأهلي في كاس مصر. آخر مباراة فاز بها النادي الأهلي في دور 16 أمام نادي الترام، وفاز النادي الأهلي بنتيجة 86-47. النادي الأهلي إن شاء الله في دور الثمانية هيقابل أصحاب الجياد، والفائز هيقابل الفائز من الزمالك والاتصالات في دور الأربعة. على الناحية الثانية القناة والاتحاد وسموحة والجيش. القناة والاتحاد الفائز منهم هيقابل الفائز من سموحة والجيش في دور الأربعة أيضا. انتهى التايم اوت اللي طلبه كوتشي. صح كده، النتيجة اتعدلت، كانت 37 تم حسابها بنقطتين، بقت 39-19 عشان جمهورنا أو زملائنا في الكنترول لو في حاجة. يعني نتيجة 39-19 لصالح النادي الأهلي، 4 دقائق 32 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الثاني. عمرو الجندي في النزول بدلا من عمرو زهران، وأيضا سيف سمير بدلا من عبد الله ناصر. كرة صالح نادي سبورتنج، مؤمن أكرم في النزول مرة أخرى، هو اللي معاه الكورة رقم زيرو، عدى مؤمن أكرم واحد من الناشئين زي ما قلت لحضراتكم، فريق 20 سنة لنادي سبورتنج. ياسين عبد الفتاح أيضا واحد من الناشئين، هو اللي معاه الكورة. كرة هنا تحسب باك زون، فعلا اتحسبت باك زون على نادي سبورتنج، وتقول الكرة لصالح النادي الأهلي. 4 دقائق 18 ثانية عزيزي المشاهد على انتهاء أحداث الكوارتر الثالث. مايكل تومسون، لكن هنا في ايه؟ اوفنسيف فاول على عمر طارق والخطا الشخصي الثالث. النادي الاهلي ان شاء الله الاثنين القادم هيقابل مصريه الاتصالات خارج ملعبه، وهقول لحضراتكم في التوقف على باقي الدوري او باقي المباريات. احمد ياسر يسلم لعبد الرحمن خالد اللي بيطلع لاحمد ياسر مره ثانيه، وباصه حلو واسيست حلو لعبد الرحمن خالد. ايه الحلو؟ هنقول عليه حلو، الاسيست روعه من احمد ياسر لعبد الرحمن خالد، وسط اثنين كده وينجح في تسجيل نقطتين. مايكل تومسون مع ياسين عبد الفتاح يسلم لعمر طارق، لكن هنا خطا شخصي على مين؟ على محمد رضا رقم 24. خطا شخصي على محمد رضا، اوت سايد اهلاوي. خطا الشخص الثاني على محمد رضا، وثلاث دقائق 44 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. اوتسايد اهلاوي، علق لعمر طارق، وعمر طارق من فوق لفوق بليسن كده ينجح في تسجيل نقطتين لصالح النادي الاهلي، يوسع الفرق الى ال 20 نقطة لصالح النادي الاهلي. احمد ياسر عدى ياسر، حاول اخترق مع عمر طارق لكن نجح في تسجيل نقطتين احمد ياسر لصالح نادي سبورتنج. مايكل تومسون عدى حلو من البيهايند باك، خد السكرين لكن عدى وسلم لسيف سمير، استلم تاني من الهاند اوف مع مايكل تومسون. عمر طارق لسه بساط سريعه من النادي الاهلي، عمرو الجندي لمايكل تومسون، بساط لسه موجوده ومتواجده اخر 4 ثواني في ال 24، لكن اتعمل الستيل على طول ويسلم مؤمن اقرب ويوصل لاحمد ياسين اللي بينجح في انه ياخد فاول على حساب ابو النصر رقم 23. خطا شخصي على ابو النصر برميتين حرتين لصالح نادي سبورتنج.
خرج ابو النصر ونزل عزب، عمر عزب القادم من نادي سموحه. احمد ياسين على تنفيذ الرميه الحره الاولى ما لم ينجح في التسجيل، احمد ياسر والرميه الحره الثانيه نجح في التسجيل، 24-41 لصالح النادي الاهلي. دقيقتين 50 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. زون ديفنس واشعار مرحله نادي سبورتن في الديفنس، بصات سريعه تنتهي عن تومسون والاوبن شوت 3 بوينت اوبن شوت لمايكل تومسون. لا زالت الكره مع نادي سبورتن. محمد رضا لمؤمن اكرم، ياسين عبد الفتاح، ياسين لاحمد ياسين، والباص سريع علق حلو قوي ونجح في تسجيل نقطتين. مؤمن اكرم لصالح نادي سبورتن. دقيقتين 15 ثانيه على انتهاء احداث زمن الكورتر الثالث. سيف سمير لسه زون ديفنس 2-3 نادي سبورتنج. باصات سريعه تنتهي عند عمرو والثري بوينت، عمرو الجندي على الاوبن شوتس والثري بوينت لصالح النادي الاهلي. ثلاث نقاط جديده لصالح النادي الاهلي. 47-26 محمد رضا من سبورتنج لمؤمن اكرم، خد السكرين من رضا يحاول يخترق لكن دفاعات قويه من النادي الاهلي. يسلم لرضا تحت الباسكت مع عمرو الجندي، يلف ويرتكز وينجح في تسجيل نقطتين. كان بيطالب عمرو الجندي بخطا شخصي لكن كابتن محمود قال له ما فيهاش حاجه، في تغيير في صفوف النادي الاهلي، خروج عمر طارق ونزول احمد مهيب في اول مشاركات في اخر دقيقة و42 ثانية على أحداث الكوارتر الثالث. أحمد مهيب أولى المشاركات في أحداث هذه المباراة. مايكل تومسون لعمر عزب، سكرين من سيف سمير قلب نادي سبورتن مان تو مان. مهيب لمايكل تومسون، خد السكرين من سيف عايز يلعب بيك أند رول، السبورتن مش مدي فرصة للأهلي لكن يسلم تحت الباسكت ويستغل ميس ماتش سيف سمير وينجح في تسجيل نقطتين. سيف بعد استغلال رائع ورؤية ثاقبة من عمرو الجندي شاف الميس ماتش، والميس ماتش هنا راجل طويل في الهجوم يمسكه راجل قصير في الدفاع. رميتين حرتين والاند وان لصالح سيف سمير، ما بينجحش في التسجيل. رضا على طول على الديفنسيف ريباوند ويسلم لياسين عبد الفتاح. ياسين لسه الكرة معاه لعبد الرحمن خالد، قلب الملعب لاحمد ياسر. محمد رضا بيلعب واحد على واحد تحت الباسكت، مش سايبه عمرو الجندي، طلع كيك اوت لمؤمن اكرم. مؤمن حاول يخترق تخبط في رجله، لا ما خبطتش، خبطت في رجله طبقا لاشاره الحكم، خبطت في رجل سيف سمير، واوت سايد لصالح سبورتن. 49-28 بالتمام والكمال، دي نتيجه المباراه. 58 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر التالت. عبد الرحمن خالد شوت في الثواني الأخيرة لكن ما بينجحش في التسجيل وبتطلع أوت سايد، يسيبها كده عمر عزب، بتطلع أوت سايد لصالح النادي الأهلي. مايكل تومسون بوينت جارد النادي الأهلي الأمريكي المحترف في صفوف النادي الأهلي. سيف سمير لمهيب، مهيب لا الطريق فاضي، طلع كيك أوت لعمر عزب وعلى 3 بوينت عمر. ثلاث نقاط لصالح النادي الأهلي عن طريق عمر عزب يوسع الفارق 51-28. مؤمن اكرم لاحمد ياسر، احمد خد سكرين قلب الملعب الناحيه الثانيه لكن سيف يقرا في السكه ويعمل الستيل ويسلم لعزب، وعزب على الفص بريك بنقطتين كمان، لصالح النادي الاهلي. يتعملق النادي الاهلي في اللحظات الاخيره والثواني الاخيره لاحداث هذا الكوارتر. ياسين عبد الفتاح بوينت جارد نادي سبورتن، ياسين لسه لاحمد ياسر، وصل احمد حاول تراعي على الباسكت ما بتجيش في الثواني الاخيره، يشوط عمرو الجندي لكن تاتي معها صفره انتهاء احداث الكوارتر الثالث بتقدم الاهلي وتفوقه 53-28. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين بعد انتهاء احداث الكوارتر الثالث، وفكر حضراتكم بالنتيجه 53-28، وفكر حضراتكم بمسيره النادي الاهلي في
الدوري زي ما قلت لحضراتكم الاثنين القادم ان شاء الله الاهلي هيلعب الاتصالات وبعد كده خارجيا اوي يعني هوم اوي ويوم الجمعه القادم ان شاء الله الاهلي مع مصر التامين ثم الاهلي مع الزمالك يوم الاثنين 20/12 باذن الله ثم يوم الجمعه 24/12 هيقابل الجزيره وبعد كده سموحه ثم الاهلي الاتحاد في الاهلي. رجعنا للمباراه واحداث الكورت الرابع والفصل الاخير عبد الرحمن خالد والحيازه السبورتنج تراي على الباسكت واحد لكن دفاعات الاهلي قويه طلع كيك اوت على طول لمؤمن اكرم اللي بيوصل وبينجح في تسجيل اولى نقاط احداث الكوارتر الرابع او الفتره الرابعه. احمد مهيب لمحمود وليد وعمر عزب وعمرو الجندي وسيف سمير ده خماسي النادي الاهلي. عمر عزب لا الطريق فاضي وقف قلب الملعب الناحيه الثانيه للجندي. الجندي لسه الكوره مع الجندي لمحمود وليد محمود والبنتريشن لكن فعلا مخالفه الدبل دريبل على محمود وليد. خماسي سبورتنج يوسف رفعت عز وعبد الشافي عبد الرحمن خالد واخيرا مؤمن اكرم. عز فريد يسلم لعبد الرحمن خالد عبد الرحمن لسه الكره معاه وقف على الميديم شوت شوت نجح في تسجيل نقطتين لصالح النادي سبورتنج. أربع نقاط سجلهم سبورتن حتى هذه اللحظات في بداية أحداث الكوارتر الرابع. عمر عزب لمحمود وليد لعمر تاني والهاند أوف لسكرين من سيف سمير لعمر الجندي عمر اختراقات عمر وصل عمر نجح عمر في تسجيل نقطتين لصالح النادي الأهلي يقص معها شريط افتتاح نقاط أحداث الكوارتر الرابع. عبد الرحمن خالد لمؤمن أكرم مؤمن ليوسف رفعت يسيطر على الكرة قبل الباك زون يوسف وصل يوسف ما بينجحش في التسجيل سيف سمير يلم على طول على الديفنسيف ريباوند مهيب للجندي. الجندي مستني اللقطة هدى الملعب طلب من عمر عزب تنفيذ الخطة. عزب خد سكرين وسكرين تاني عايز يعلق طلع للجندي اللي شاط 3 بوينت لكن يقدر ياخد فاول نجح في انه يحصل على خطأ شخصي على يوسف رفعت بثلاث نقاط أو ثلاث شوطات لصالح عمرو الجندي. عمرو الجندي على تنفيذ ثلاث رميات حرة لصالحه. نجح عمرو الجندي في تسجيل الرمية الحرة الأولى 56-32 8 دقايق على انتهاء أحداث الكوارتر الرابع والمباراة 8 دقايق وثانية. عمرو الجندي على تنفيذ الرمية الحرة الثانية لم ينجح في التسجيل. استعد للنزول دلوقتي او في خلال اللحظات القادمة ابراهيم الجمال. وادي الرمية الحرة الثالثة ينجح عمرو الجندي في تسجيل رميتين من اصل ثلاث رميات. عبد الرحمن او يوسف رفعت بوينت جارد نادي سبورتنج لعز. سلم لعبد الرحمن خالد او محمد عبد الشافي عفوا وهو قاطع وينجح في تسجيل نقطتين وياتي معها خطا شخصي بالاند وان او الوان مور وهنشوف الخطا على مين على رقم 11 محمود وليد. تاني الاخطاء الشخصيه على محمود وليد. لم الكوره يسلم لمؤمن اكرم اوبن شوت 3 بوينت مؤمن ما بينجحش في تسجيل. عمرو الجندي على طول يلم يطلب الهدوء يسلم لعمر عزب كان في فرصه ان الكره تجري اسرع من كده. احمد مهيب الفيك حلو قوي وصل والاسيست احلى والفيك الثاني احلى والباسكت اجمل واجمل وما فيش اروع من كده. لعبه في منتهى الشياكه بدات من عند احمد مهيب اللي عمل فيك حلو قوي وعمل بنتريشن وقف الناس كلها نطت سلم لسيف سمير اللي هوش مره وطلع الثانيه نجح في تسجيل نقطتين والاند وان زي ما احنا شايفين اهي قدامنا لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم محمود وليد يسلم لعمر عزب يهدى على ملعبه عمر عشان يبدا هجمته. عمر عزب سكرينات عمر لسه معاه الكوره قلب الملعب الناحيه الثانيه لمحمود وليد اللي سلم لسيف سمير تحت الباسكت بيلف ويرتكز ويشوط وينجح في الثانيه الاخيره تسجيل نقطتين لصالح النادي الاهلي. يوسع الفريق الى 61-34 لصالح النادي الاهلي. 27 نقطة هي الفارق.
عب شافي خطأ شخصي، هنقول على مين هنا؟ 9-14 عفوا احمد مهيب، خطأ شخصي على احمد مهيب لاعب نادي الاهلي. ابراهيم الجمال زي ما قلت لحضراتكم بيستعد اهو دلوقتي ونازل، هنشوف نازل مكان مين، مكان عمرو الجندي، ومحمد صلاح لاعب نادي سبورتين يدخل ويخرج عبد الشافي او محمد عبد الشافي رقم 16 اوتسايد لسبورتينج. 34-61 محمد صلاح في اولى مشاركات في احداث الكوارت الرابع. عز فريد واحد من خبرات لاعبي نادي سبورتينج، عز لمحمد صلاح اللي شاط، لكن هنا في خطا شخصي على ابراهيم الجمال، اولى الاخطاء الشخصيه على الجمال او جيمي. رميتين حرتين لمحمد صلاح، 6:53 عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. محمد صلاح على تنفيذ رميتين الحرتين لم ينجح في تسجيل الاولى. ولم ينجح في تسجيل الثانيه، ديفنسيف ريباوند على طول عند محمود وليد اللي بيسلم لعمر عزب، يبدا الهجمه عمر مع عز فريد، عدى من عز قبل الثمان ثواني. لجيمي ابراهيم الجمال، محمود وليد جايله يسلم لعمر عزب تاني، ياخد سكرين على طول من سيف سمير، سيف يسلم لوليد، محمود وليد يطلع الكيك اوت، في فاضل ثانيتين، شوط يا عمر، شوط عمر لكن ما بنجحش في التسجيل. محمود وليد بيقفر معاها، يحصل عليها لجيمي الجمال، الجمال ما بنجحش الجمال في التسجيل. سيف سمير لكن عايز يلقطها منه او ياخدها منه، وارتكب معاه سيف سمير خطا شخصي لصالح نادي سبورتين. تغيير في صفوف نادي سبورتين، خرج مؤمن اكرم رقم 0 ونزل يوسف شحاته رقم 14. عز فريد هو اللي هيطلع الاوت لياسين عبد الفتاح، او عفوا يوسف رفعت. يوسف رفعت رقم 7، واحد من العناصر المبشره زي محمود وليد كده في الاهلي، وزي مؤمن طارق خيري، وزي بودي حسام. يعني نتمنى كلنا شئنا ان شاء الله متصاعدين درجه اولى يبقوا كويسين سواء الاهلي او في اي حته ثانيه. محمود وليد يقطع ويعمل الستيل لمهيب، مهيب يستنى يهدى على الملعب لسيف، سيف لجيمي الجمال، لسه الكرة مع الجمال، بيقول له وسع، هيلعب واحد على واحد، الله يشوط، هوش، وصل، لكن بيتعمل له بلوك من محمد صلاح، فاضل 5 ثواني على 24، بشياكة جدا وبذكاء غير عادي عمر عزب يقف كده لحظة، كل الناس تعتقد انه مش هيخش، لكن بينجح في تأخيرهم لحظة واحدة بسيطة، وينجح في تسجيل نقطتين على طول. كوتش وائل بدر يطلب تايم اوت لصالحه لايقاف تفوق الاهلي. اقتربت النتيجه من ال 30 نقطه، 34 عزيزي المشاهد سبورتنج، 63 النادي الاهلي، 5:37 على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. دي زي ما قلت لحضراتكم دي مباراه النادي الاهلي في الراوند الاول، افكر حضراتكم بيها النهارده اولى المباريات مع نادي سبورتين. الاثنين الجاي ان شاء الله بتاريخ 13/12 الاهلي هيلعب الاتصالات في الاتصالات او المصريه للاتصالات، ثم الجمعه 17/12 ان شاء الله الاهلي هيلعب مصر التامين في صاله الامير عبد الله الفيصل ملعب النادي الاهلي، ثم يتوجه الاهلي والزمالك في لقاء قمه يوم 20 يوم الاثنين 20/12، بعدها المباراه دي المباراه الخامسه، بعد كده المباراة الخامسة هتبقى مع الجزيرة في الجزيرة بتاريخ 24/12، ثم سموحة في سموحة 27/12، وأخيرا الأهلي والاتحاد الخميس 30/12. دي مباراة الأهلي في الراوند الأول، ثم يعود ونبدأ من أول وجديد في الراوند الثاني. انتهى التايم اوت، طلبه كابتن وائل بدر، محمد صلاح، يوسف شحاتة، عبد الرحمن خالد، عز فريد، وعمر عبدين ده خماسي نادي سبورتين، الجمال ومهيب عبد الله او وليد، محمود وليد وسيف سمير وعمر عزب ده خماسي النادي الاهلي. الكره لنادي سبورتين، عمر عبدين عدى عمر قبل الثمان ثواني معاه مهيب، ياخد السكرين لمحمد صلاح، سكرينات لعز فريد، عبد الرحمن خالد تحت الباسكت،
بيلعب واحد على واحد ومعاه محمود وليد، لكن هنا خطأ شخصي على محمود وليد برميتين حرتين لعبد الرحمن خالد. رميتين حرتين لعبد الرحمن خالد لاعب نادي سبورتنج. لم ينجح في تسجيل رمية الحرة الأولى. 5 دقائق 20 ثانية عزيزي المشاهد على انتهاء أحداث الكوارتر الرابع والمباراة. عبد الرحمن ما نجحش في الأولى لكن نجح في الثانية وسجل نقطة لصالح نادي سبورتنج. عمر عزب ضاغط نادي سبورتنج 2-2-1 بريس فول كورت أو دفاع ضاغط من أول الملعب. الجمال عدى قبل الثمان ثواني، عمر عزب يبدأ الهجمة زون ديفنس 2-3 نادي سبورتنج. الجمال تحت الباسكت سيف سمير مستني اللقطة على بالكيك اوت لعمر عزب، اوبن شوت عمر عزب لكن ما بيرجعش في التسجيل. عبد الرحمن خالد يلم على طول ويطلع الفاست بريك او يبدأ الهجمة لعمر عبدين ينجح في ايقافه. محمود وليد يبدأ الهجمة تاني، عمر عبدين يسلم لصلاح، صلاح لعز فريد تحت الباسكت لعبد الرحمن خالد اللي قلب الملعب محمد صلاح وخد منه تاني ويلف ويرتكز ويروح لكن ما بينجحش في التسجيل. ديفنسيف ريباوند رائع من سيف سمير يسلم لعمر عزب. عمر لسه معاه الكوره بوينت جارد النادي الاهلي لمهيب للجمال تحت الباسكت لسيف سمير اللي واخد بوزيشن وبيلعب واحد على واحد بيهوش يرتكز يدي لعمر عزب في الثواني الاخيره ينجح اوبن شوت رائع من عمر عزب على 3 بوينت. 3 نقاط جديده لصالح النادي الاهلي. 4 دقائق 10 ثواني عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. 66-35 31 نقطه هو الفارق. عز فريد حاول واحد على واحد مع السيف تراجع عن موقفه بيحاول مره ثانيه لكن سيف هنا تخبط في ايد سيف وتطلع اوتسايد. تغييرين في صفوف الاهلي وتغيير في صفوف نادي سبورتنج هقول لكم مين. نادي سبورتنج اللي خارج عز فريد خرج ونزل عمر بهاء، اما نادي الاهلي خرج مهيب وخرج سيف سمير ونزل مكانهم عبد الله ناصر وعمر علاء زهران. اوتسايد لسبورتنج سلم الكره لعبد الرحمن خالد لمحمد صلاح اخر ثانيه في ال 24 شوط جت حسبها طبقا لاشاره الحكم اتحسبت شوطه في الثانيه الاخيره نجح محمد صلاح في تسجيلها. 3 نقاط لصالح نادي سبورتنج. الجمال لعمر عزب تاني سكرينات توصل للجمال ياخد السكرين من عبد الله ناصر لعمرو زهران. عمرو يحاول يخترق بالبيهايند باك يوصل يرتكز يروح ما بيجيبش يلم على طول عبد الرحمن خالد على الديفنسيف ريباوند دفاع قوي. محمود وليد مش سايبه ويقطع عمرو زهران لكن توصل تاني لعمرو. عمرو على الفص بريك وهنا في ايه؟ هنا خطا شخصي على يوسف شحاته برميتين حرتين على لعمرو زهران. رميتين حرتين لعمرو زهران اللي حاول فيها لكن في الاخير قطعها محمود وليد ونجح في بناء هجمه سريعه او فص بريك سريع لصالح نادي الاهلي. عمرو زهران على تنفيذ الرميه الحره الاولى ينجح في التسجيل اخر 3 دقائق و12 ثانية. عزيزي المشاهد من احداث الكورت الرابع والمباراه 67-38 30 نقطة هو الفارق. عمر عبدين عدى سلم يوسف شحاتة سكرين وقف يوسف 3 بوينت يوسف ما بنجحش في التسجيل. عمرو زهران يلم على طول وحاول يعمل هجمة كده سريعة لكن يسلم لعمر عزب. عمر عزب يهدى بالملعب عمر بقى مش سايبه عمر عزب معاه. عمر عزب لسه معاه الكوره ياخد سكرين عبد الله ناصر يسلم حلو قوي البيك اند رول ودنك دنك سلام دنك لعبد الله ناصر اتعملت حلوه قوي من عمر عزب وبوم سلام دنك لعبد الله ناصر ناشئ النادي الاهلي. نقطتين لصالح النادي الاهلي ورميه حره اضافيه لصالح عبد الله ناصر. الاند وان او الوان مور او الرميه الاضافيه لصالح عبد الله ناصر على التنفيذ ينجح في التسجيل. 71-38 2:45 تغيير في صفوف نادي سبورتنج. احمد ياسر مكان عبد الرحمن خالد. عمر عبدين عدى عمر
قبل الثمان ثواني. خد السكرين محمد صلاح، عمر عبدين لسه حاول بيك اند رول، لكن ابراهيم الجمال بيحاول يقطع وبتوصل لمحمد صلاح، بتراعي على الباسكت كده، لكن عمر عزب يلم على طول ويبدا الهجمه، يسلم لزهران، زهران يعلق لعبد الله ناصر، اطلع يا عبد الله، نجح عبد الله في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. دقيقتين 10 ثواني لصالح على انتهاء الكورتر الرابع والمباراه. يوسف شحاته، يوسف حاول تراعي على الباسكت، بنتريشن طلع تاني يسلم، لكن هنا في تكنيكال فاول على عمر عزب، تكنيكال فاول او خطا فني على عمر عزب رقم ثلاثة زي ما احنا شايفين قدامنا حضراتكم. رمية وحيازة وتغيير في صفوف الاهلي، هيخرج وليد او محمود وليد وينزل احمد مهيب. رمية وحيازة لصالح نادي سبورتنج، ثلاث اخطاء شخصية على عمر عزب. يوسف شحاتة على الرمية نجح في التسجيل وتقول اليه الحيازة. الحيازة لسبورتين، يوسف شحاتة استلم مع عمر زهران، لكن تخبط في ايد عمر زهران وتطلع اوتسايد، استلم تاني يوسف شحاتة، بتعمل عليه دبل تيم لسه. هنا في باك زون طبقا لاشارة الحكم ان يوسف شحاتة عدى المنطقة الخلفية، تقول الكرة على طول لصالح النادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي، عبد الله ناصر لعمر عزب، دقيقة 50 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة. عمر عزب لمهيب، مهيب وكيك اوت لعمرو زهران لعبد الله ناصر على الثري بوينت، ما بينجحش في التسجيل، لكن هنا خطأ شخصي على عمرو زهران ولا يوسف شحاتة، هنشوف. هنا خطأ شخصي على يوسف شحاتة لاعب نادي سبورتنج. اوتسايد اهلاوي، دقيقة 37 ثانية، 73-39، مهيب مع الكورة يسلم لجيمي، سكرين من عبد الله ناصر، اختراقات جيمي بالشياكة وأناقة وتمويه أكثر من رائع من إبراهيم الجمال، ويرتكب مع محمد صلاح خطأ شخصي برميتين حرتين. جيمي على التنفيذ، ما بينجحش في تسجيل الرمية الحرة الأولى، تلقى التشجيع من زمايله، والرمية الحرة الثانية إبراهيم الجمال ينجح في التسجيل. جيمي 74-39، 35 نقطة هو الفارق. عد عمر عبدين وطلع كيك اوت لأحمد ياسر لمحمد صلاح على الأوبن شوت 3 بوينت، ينجح في تسجيل ثلاثية ثانية لصالح نادي سبورتنج. دقيقة 10 ثواني، عمر عزب عدى بملعبه لمهيب لعمر عزب مرة ثانية، سكرينات تسلم لمهيب، مهيب من بعيد على الثري بوينت لكن ما بنجحش في التسجيل، تروح الكرة تراي مرة ثانية على الباسكت أحمد ياسين أو أحمد ياسر ليوسف شحاتة، يوسف لعمر عبدين اللي وقف وطلع الكيك أوت لصلاح ليوسف شحاتة مرة ثانية، يوسف اللي تراي على الباسكت، لكن هنا في خطأ شخصي على عبد الله ناصر. وادي الرمية الحرة الأولى ليوسف شحاتة على التنفيذ. يوسف شحاتة أيضا على تنفيذ الرمية الحرة الثانية، نجح في التسجيل. 43 ثانية عزيزي المشاهد على انتهاء أحداث الكورت الرابع والمباراة، مبروك للنادي الأهلي إكلينيكين كده، خلاص المباراة انتهت. أوتسايد لصالح النادي الأهلي، 30 نقطة هو الفارق، 44-74. إكلينيكين مبروك للنادي الأهلي، صعب التعويض في هذا الوقت المتبقي، لكن خلينا نشوف أحداث المباراة. 8 ثواني احتسبت على عمر عزب وتقول الكرة لصالح نادي سبورتنج. آخر 33 ثانية، زي ما قلت لحضراتكم مبروك النادي الأهلي في أولى مبارياته في الدوري الممتاز السوبر.
وادي باك زون على نادي سبورتنج. باك زون باك زون هنا وخلاص قرار الحكم هي. وانا شايف كابتن وائل بدر بيسلم على مستر اوجستي وخلاص بيقول خلاص ارتضوا بالنتيجه، ارتضوا بالنتيجه 74-44. كابتن وائل بلغ لعيبته خلاص وقفوا، المباراه بالنسبه لنا انتهت. كابتن منشاوي بيتحدث مع يوسف شحاته بيشرح له الموقف، يعني بيقول المفروض انها ما ترجعش تاني. خلاص عمر عزب، فرقه سبورتنج وقفت، لكن فرقه الاهلي بتلعب لسه. مستر اوجستي بيقول له روح حط باسكت بس وانتهى خلاص. الكلينيكان زي ما قلت لحضراتكم، مبروك للنادي الاهلي اللي فاز بالنتيجه حتى هذه اللحظات 76-44، وفي انتظار اعلان خلاص الفرقتين ارتضوا بنتيجه اللقاء. مبروك للنادي الاهلي فوزوا على نادي سبورتين 76-44. ألف مبروك للنادي الأهلي في أولى مباراة الدوري السوبر أو الدوري الممتاز. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة. كنت معكم معلقكم الرياضي أحمد مناعك، أتمنى أن أكون قد وفيت بنقل هذه المباراة. والآن الانتقال إلى الاستوديو والزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وضيوف الكرام الكابتن قيدار هنداوي والكابتن خالد مصطفى، إليكم الميكروفون.